ده النائب العام أدرج أسماء 15 متهم على قوائم الممنوعين من السفر وعدم تصرف زوجاتهم وأبنائهم في أموالهم في قضية فساد القمح، منهم 3 متهمين من مديرية الزراعة بالفيوم وثلاثة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وثلاثة من موظفي مديرية التموين بالفيوم وثلاثة من أمناء الشؤون وثلاثة من أصحاب الشؤون. طيب ينضم لنا النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب. سيادة النائب، ملف فساد منظومة القمح وصل لحد فين؟ مساء الخير أستاذ إنجي، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج. أهلا بحضرتك. الملف وفقا لما تم إقراره بالجلسة العامة لمجلس النواب تم إحالته إلى السيد النائب العام وإلى جهاز الكسب الغير مشروع وإلى أجهزة التحقيق المعنية بما جاء من الملف من مخالفات ومن حقائق تم اكتشافها بواسطة اللجنة. تمام. وأعتقد أن الخبر اللي سيادتك بتتكلمي عنه هو استكمال من الأجهزة الرقابية، استكمال من وكلاء النائب العام لاتخاذ إجراءات ضد من ارتكبوا جرم في حق الاقتصاد المصري. لأن حضرتك الموظفين اللي هم بيتكلموا عنهم إذا كانوا هم جناه وضحايا في نفس الوقت، هم جناه لأنهم لم يلتزموا بالضوابط، لم يلتزموا بالتعليمات، قاموا بتحرير محاضر استلام وهمية غير حقيقية، مما يعد يعني تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإن كانوا ضحايا لمنظومة تراخي وعدم تنفيذ للضوابط وعدم انضباط في هذا القطاع على مدى عشرات السنوات.